ادري ادري البنات ديال باك سمعوني مزيان، اسمحوا لي غنهضر باعصاب حيت بصح هذا الشيء اللي شفت عصبني ديال بصح. قبيله انا جالس انا واستاذ فقهوه، هو يشد الماء شرب معايا كينات الاعصاب، باقي صغير استاذ علاقه مع التلاميذ مزيانه كيشرح مزيان احسن الاساتذه. قلت له مالك يا كلاب انت باقي؟ قال لي خويا راه واحد القسم عصبني وجالسين كيضحكوا وما كاينش احترام وهما ما فاهمينش وانا هاز ليهم لهم خاصهم ضروري ينجحوا هذا العام وكنعرفوا والديهم وكنعرفهم كاملين وعزاز عليه وهما البزالات والصداع والغوات وما مخلينا وما بقى والو. هذا هو المشكل، مضغوطين حنا بالوقت اننا نشرحوا في اقل وقت ونجيبوا مزيان. قلت له استاذ رهيب شويه عليك، راه الباك راه زعما انت متى؟ قال لي راه ما يمكنش شحال ديال التزاره والبزاله وهذا الشيء. هاد الدراري شي داك الدري اللي انت كتضحك معاه وصاحبتك وصاحبك جالس كتضحك معاهم في مورا القسم وكتنزل على الاستاذ وعلى التلاميذ اللي قدامك وكذا، والله العام زي اللي شفتيهم، حيت كل واحد غادي يمشي لافاك قال لي يمشي مدرسه عليا. هذوك اللي كتضيع معاهم الوقت دابا وحاس براسك انت هو الكوميدي وشاد الدنيا بدراعك، راه في الاخر غادي عندك الماكسيموم كاع عام عامين، كل واحد شنو غيها اللي يمشي يقرا برا، اللي غيقرا داخل في المغرب، اللي غيمشي شي مدينه اخرى، اللي غتقبلوا هاد المدرسه هنا، ها مدرسه المهندس، ها الاطباء، ها كازا، ها الرباط، ها جهه اكادير، ها مراكش، ها الروينه الكحله. حتى واحد ما غيبقى معاك، غتبقى بوحدك، ولا ما كنتيش راجل ولا ما كنتيش لاله ومولاتي وضبطتي امورك بالرب الا درتي شي حاجه، وفي الاخر غتلقاهم كلهم دازوا عليك الا انت، انت اللي غتبقى بوحدك وبقى تضحك. هذاك التحفيز ديال الله يحسن العوا اللي كتسنى نجي نقول لك ولا كيتسنى الناس يقولوا لك اكل التمر كل الزبيب وتبارك الله عليك ولدي وانت قادر وانت هذا الشيء كله غدا غادي تنسى، غنقول لك اليوم انت غدا غتنساه. التحفيز ديال الحماس ديال الدقيقه ما عندنا ما نديرو به، التحفيز الوحيد اللي عندك هو عقلك. تقدم اللوجيك دماغك، عندك واحد الوريقه غتمشي تكتب فيها واحد اللعيبات كنتي قريتيهم قبل باش تاخذ واحد الساروت، هذاك الساروت هو الباب ديال الجامعات والمدارس العليا. اما ذاك الباك وكلمه الباكالوريا وداك التدخيم راه ما كتسوى حتى وزا. انا عارف كل عام كنطلع لكم في راسكم بهذه الهضره وكنعاود نفس الهضره، ولكن ما عندنا ما نديرو حيت كل مره كيجي جيل جديد انا عاود نقول نفس الهضره. راه الاخوه البكالوريا كيتدخم منها بواحد الطريقه خايبه، داكشي علاش الانسان فاش كيدخل لهذا الوطني هذا كيمشي يدخل ليه بداك التدخيم اللي طرا ليه العام كامل وهو كيسمعها من اللي كان صغير، هو كيسمع الباك والامتحان الوطني والبكالوريا، هو في الاخر منين كتدوز الوطني وكتساليه وكتنجح كترجع تشوفه كتلقى داكشي اللي كنتي كدوز في القسم ولا هذا صعب بزاف، الوطنيات اللي كنتي كدوز تجري. وباش نساليو الاخوان هاد المنامه ونمشيو نعسو، الا كنتي باقي كدير مع الاساتذه التعامل وكتضحك ليهم في وجههم احتقارا منك ليهم، وما تسوقش هو باغي لك غير مصلحتك، باغي يشرح لك غير باش انت تفيق وتمشي، حيت هو عارف بالحر المستقبل ديالك اللي كيتسناك، وهو دوز الحر والعذاب اللي ما قديتيش عليه انت ومليتي وبقيتي كتضحك وسط القسم، هو فوقته ما كانش كيضحك، هو فوقته كان كيضرب تماره، كان كيجبدها من هنايا وتيدخلها وتيسرطها وتيبكي عليها ويبكي على امها باش يفهمها ويجي يشرحها لك انت باحسن طريقه ورطي طرفه وانت واكل ناعس شرب وما كانش كينعس. الا كنتي كديرها ما بغيتش نقول لك شي وصف الحيوان حيت ربي كرمك، ولكن راك اقل من قيمه من الولاد. الله دابا خويت قلبي ارتحيت، وتسمحوا لي الدراري لا غوتنا ولا شي حاجه، الله يوفقكم الله يسهل عليكم يا ربي لما ننجح الدراري كامل وبنات، الله يسهل عليكم يا رب. تبارك الله.